أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يعاني المدنيين في الخرطوم منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في يوم 15 من شهر 4 الماضي من ظروف إنسانية صعبة بجانب الاشتباكات المسلحة بين الطرفين داخل الأحياء السكنية واستخدام الطيران من قبل سلاح الطيران السوداني داخل الأحياء السكنية. في حلقتنا اليوم نلتقي بالأستاذ المحامي المعز حضرة ليعكس لنا معاناة المواطنين بمنطقة بحري عموما وخصوصا منطقة شنبات وما هو المطلوب الآن تجاه هذه الحرب. تحدث الأستاذ المعز حضرة لبرنامج حديث اليوم في البداية حول الوضع ببحري وخصوصا مدينة شنبات فنستمع له. بسم الله الرحمن الرحيم أخي الصادق، والتحية لك ولكل مستمعي ومشاهدي دبنجة. في البدء يا أخي إحنا دارين نترحم حقيقة يعني على أرواح شهداء هذه الحرب العبثية، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى عودة المضغوطين. ظللنا نردد في هذه الثلاثة أشياء منذ أن سقط نظام المخلوع، ولكن للأسف الشديد ظلت هذه يعني المقولة يعني أو هذا الدعاء نردده مرارا وتكرارا، وللأسف الشديد يعني أول حاجة هذه حرب عبثية. أول ما يعاني فيها هو المواطن السوداني. نحن موجودون في ولاية الخرطوم وتحديدا في منطقة بحري شنبات، نعاني الكثير أو يعاني المواطنين الكثير. أولا بحري منذ أن اندلعت هذه الحرب العبثية لا توجد بها خدمات مياه، انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، يعني لولا يعني جهود الفنيين من الكهرباء من أبناء المنطقة وغيرهم، ودي فرصة إنه نشيد بهم، نشيد بالكوادر الفنية من الكهرباء، نشيد بالكوادر الفنية في الإدارات الطبية والصيدلية الذين يعني في ظل هذه الظروف السيئة ظلوا أيضا يقدمون خدماتهم حتى من داخل منازلهم. حقيقة الوضع الإنساني وضع سيء جدا جدا، لا توجد يعني حتى الأطعمة والمواد التموينية أصبحت تنفد، لأن كل البغايا اللي كانت موجودة بعد رمضان، كما تعلم من رمضان شهر كل الأسر السودانية فيه بتختزن كمية من المواد التموينية يعني حتى تساعدها خلال هذا الشهر المعظم. وبالتالي الآن السودانيين يعيشون على ما تبقى من تموينتهم التي كانت مخزنة في شهر رمضان. الآن أي مواطن يعاني يعني معاناة شديدة جدا في الحصول على الخبز، على الخبز ده بالمناسبة أصبح ترفا يعني، لكن حتى المواد الأخرى البسيطة أصبحت غير موجودة، العلاجات انعدمت تماما. الأخطر من ذلك وهو ده الآن بقى يشكل عندنا بالذات في شنبات سبب رئيسي للوفيات، هناك يوجد وفيات كبيرة جدا من كبار السن، من الأطفال، من النساء. السبب الرئيسي هو الأصوات المخيفة للطلعات الجوية والرصاص المتبادل والمتساقط داخل المنازل والدانات التي تضرب. فنسبة للظروف النفسية السيئة يعني كثير جدا من كبار السن، حقيقة أنا أعتقد أنه السبب الرئيسي لوفاتهم، رغم أنه الآن لا يوجد لدينا يعني عرض على أطباء لتحديد حالة الوفاة، لكن الواضح الآن حالة الخوف والرعب التي يعانيها كبار السن والأطفال والنساء عندما يبدأ تبادل الاقتتال ما بين طلوع للطيران لتبادل لإطلاق الرصاص من الطرف الآخر. كل هذه الأشياء يعني جعلت البيئة حقيقة بيئة طاردة للحياة من ناحية نفسية دعك من الأشياء الأخرى، وبالتالي ازدادت حالات الوفاة حقيقة في المحيط الحولي الذي أتابعه في المناطق التي لدي بها اتصالات، تزايدت حالات الوفاة من كبار السن ومن النساء ومن الأطفال حقيقة. من جهة أخرى قال المعيس حضرة أن الذي يدور في شنبات من اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقصف بالطيران يعد جريمة ضد الإنسانية ومخالف لاتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 المتعلقة بحماية المدنيين، فضلا عن كونه مخالف لقانون القوات المسلحة السودانية والقانون الجنائي السوداني. حقيقة يعني نحن في شنبات منذ أن بدأت هذه الحرب العبثية ظلنا نعاني من الأمرين. منطقة بحري يوجد بها يعني قوات دعم سريع متمركزة في عدد كبير جدا من المنطقة، تأتي طلعات للطيران، يتم التبادل معها بالمضادات الأرضية، ويتم أيضا هناك رد آخر من الطيران، وبالتالي يعني عانينا في بحري كثيرا أن هناك غزائف وقعت في بعض المنازل أصابت بعض الأشياء. يعني عندنا في شنبات
أول قبل ذو 10 يوم أصيبت وتوفوا إلى رحمة مولاهم بالأمس. حقيقة ما حدث في شبات تعتبر جريمة ضد الإنسانية. ما حدث بالأمس في شبات مخالفة لقوانين جنيف، الاتفاقية جنيف الأربعة سنة 1949 اللي تتعلق بحماية المدنيين. بالأمس شبات تعرضت لضرب بالطائرات الميج في منطقة شبات اللي هي في حدود شبات، وكانت للأسف الشديد أصابت أسرة جنوبية نازحة تسكن في منطقة شمبات من الناحية الغربية. هذه الأسرة احترقت بالكامل للأسف الشديد، وحتى لم يستطيع أحد أن يدخل أو من الناس حولهم، وهم يعني سكان شمبات يسكنون بالقرب من بعض، ولم يستطيعوا أن يقدموا أي شيء، وده سبب ألم أكثر. أنت بتشوف يعني بشر مواطنين بيحترقوا أمامك ولا تستطيع تقديم إذا العون لهم. فده مخالفة حقيقة اللي أنا بفتكر حتى لقوانين القوات المسلحة، مخالفة للقانون الجنائي السوداني، مخالفة للاتفاق الجنائي في أنك تستخدم سلاح الطيران داخل المدن، لأنه المدنيين يجب أن يكونوا هم المشمولون بالحماية. حقيقة نحن بندين الفعل اللي تم مبارح من الطيران السوداني، بندين حتى تواجد يعني قوات الطرف الآخر داخل محيط المدن، وحتى وجود يعني قوات الدعم السريع داخل المدن. يجب هذا لا يكون مبررا للجيش السوداني أن يقوم بقصف المدنيين، لأنه حتى هو الجيش السوداني كمؤسسة قومية قديمة لها تاريخها ولها تراتبيتها، يجب أن يكون هناك قانون سائد. مهما تواجد المتمردين أو العسكريين الآخرين داخل المدن، هذا لا يجب أن يكون مبررا لقصف المدنيين. ولعل هناك حوادث كثيرة تم فيها قصف المدنيين في شمبات، في كلاكلا، في مدن عديدة جدا جدا. وبالتالي حقيقة يعني يظل صوت المطالبة بوقف هذه الحرب العبثية التي يتضرر منها المواطن السوداني يجب أن يكون هو يعني الصوت العالي. حقيقة يعني ظلت منطقة بحري تعاني من هذه الحرب العبثية بصورة أكثر ربما يعني مقارنة بالمناطق الأخرى، لأنه مناطق بحري السكان مصرين على لا ينزحوا من منازلهم من مناطقهم، لأن هذه مناطق قديمة ظلوا يتعاونون فيما بينهم في ظل هذه الحرب، يقدمون العون لبعضهم البعض. يعني هنالك مناطق مثلا خارج الشمبات أو بحري، يعني حقيقة الوضع الإنساني حتى عندما يتوفى شخص لا يجدون من يقوم بستره ودفنه في المقابر. لكن بالحمد لله نحن الآن في شمبات الأسرة أو النظام المجتمعي في مناطقنا هذه مترابط يجد العون. وأنا لا أدري يعني استمرار هذه الحرب العبثية بهذه الطريق ربما تكون رسالة للذين الآن ما زالوا يقبضون بجمر القضية ويقيمون في منازلهم ويرفضون أن يرحلوا كما فعل أصحاب المناطق الأخرى. ربما تكون هذه دعوة، يعني ضربة الطائرة بالأمس التي حدثت في منطقة شبات أصبحت هناك أصوات تنادي ما هو الهدف، ما هو الرسالة التي يريد أن يقدمها يعني الجيش السوداني؟ هل يريدون أن يرحلوننا من هذه المناطق لنسب لمناطق أخرى لتكون منازلنا مثلا مكانا للصوص والذين يقولون الآن بالنهب المنظم في كل المنازل الخارجية؟ فحقيقة هنالك يعني الآن الناس يتفكروا ما هي الرسالة التي يعني يريدوا أن يوجهها طرفي الحرب لسكان هذه المنطقة؟ هل يريدون أن يخرجوا خارجا لتكون هنالك حرب يعني بالطائرات لأن المدينة أصبحت خالية من السكان؟ حقيقة في بحري توجد يعني معركة متبادلة من الطرفين. أنا أعتقد أكثر من كل المناطق الأخرى، يعني في الخرطوم الآن هو منطقة القيادة، نسمع من لحظة أخرى أن هنالك تبادل للهجمات بين الطرفين، لكن احنا ظلنا في بحري عموما نعاني من الطلعات الجوية الرد عليها من الطرف الآخر، وهذا كله مخالف. يعني الطرفين يخالفون اتفاقيات الهدنة بينهم، الطرفين يخالفون اتفاقيات جنيف الأربعة وكل القوانين الجنائية الموجودة في السودان. وفي ختام حديثه لراديو دبنجة طالب المحامي المحيص حضرة بوقف الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع فورا، وقال تظل كل المبادرات المطروحة سواء كانت الدولية أو الإقليمية أو الوطنية مطلوبة ومرغوبة لإيقاف هذه الحرب التي يتضرر منها المواطن السوداني أولا، وهو الذي سيدفع فاتورتها. تظل كل المبادرات المقدمة يعني سواء من الولايات المتحدة أو من السعودية أو من الإيجاد أو من كل الدول، أو حتى هنالك
يعني مبادرات داخلية في السودان هنالك يعني التجمع المدني لإنهاء الحرب والساعة الديمقراطية، هنالك كثير من المبادرات تظل كل هذه المبادرات مطلوبة ومرغوب فيها لإنهاء هذه الحرب العبثية، لأنه الذي يعاني هو المواطن السوداني، الذي يتضرر هو المواطن السوداني. وبالتالي حقيقة أنا أعتقد كل المبادرات دي أو ما يجري الآن في جدة يجب أن يدعم، وكل القوى المدنية وكل القوى الرشيدة وأي مواطن صالح يجب أن يدعم هذا الاتفاق. الوحيدين الذين لا يرغبون في هذا الاتفاق هم الذين نادوا بهذه الحرب، وهم للأسف الشديد يشملون كله في النظام السابق وبعض المتسلقين والمستفيدين من انقلاب 25 أكتوبر هم الذين يغفون ضد إيقاف الحرب. وده كان سؤال غريب جدا جدا، إنه يعني الآن البلد تعاني في كل مناطقها، حتى الذين يتواجدون خارج الخرطوم يعانون من هذه الحرب، لأنه كثرة النزوح إليهم ضغطت على 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 على, على الحياة في هذه المناطق، ازدادت الأسعار، غلت الخدمات، لا توجد مواد بترولية، لا توجد خدمات صحية، وبالتالي السودان كله متأثر من هذه الحرب العبثية، وبالتالي تظل كل هذه الجهود يجب أن تدعم، لأن إيقاف هذه الحرب هو يجب أن يكون الهدف الأعلى والأسمى، لأن الضرر كبير جدا جدا أخي الصادق، والضرر ربما لا يكون في الأشياء المادية الآن هدم وكسر، لا، أنا أعتقد هذه الحرب إذا استمرت سوف تفرز واقع على كل السودان. الآن خطاب الكراهية أصبح عاليا، العنصرية، الجهوية، البلد مقبلة على واقع اجتماعي سيء للغاية، وبالتالي الآثار المستقبلية لهذه الحرب كلما ازدادت دعنا من الأشياء المادية سوف تكون لها يعني آثار سيئة. ما يعني الآن أنا أعتقد حرب دارفور في جبال النوبة أو غيرها هي ليست الآثار المادية فقط، لا، هنالك آثار مجتمعية، هنالك النزوع، هنالك خطاب كراهية، هذه الأشياء كلها إذا استمرت تهدد الأمن القومي السوداني. وبالتالي أنا أعتقد يعني حقيقة لو كانت توجد لدينا دولة سيارة حكم القانون لقمنا بفتح بلاغات ضد من تسببوا في هذه الحرب، ضد من غابوا بها، لأن هذه الحرب العبثية تهدد وجود السودان، تهدد الأمن القومي السوداني. وبالتالي أنا أعتقد لا يوجد شخص يعني عاقل يمكن أن لا يدعم جهود وقف إنهاء الحرب. وبالتالي أنا أعتقد كل الشعب السوداني بكل منظماته بكل يعني تنظيماته يدعم أي جهود دولية محلية أو غيرها لإيقاف هذه الحرب العبثية. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة، واللي قدمنا لكم فيها حديث الأستاذ المحامي المعيز حضرة من الخرطوم حول الحرب الدائرة الآن وما يجب فعله لإيقافها. أنا بشكر الأستاذ المعيز حضرة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحايا.